السيسي يكلف بمنح أولياء الأمور حرية اختيار الطريق الأنسب لاستكمال أبنائهم الدراسة. الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بالالتزام الدقيق بتطبيق الإجراءات الاحترازية عند استئناف الدراسة بالمدارس مع منح أولياء الأمور أمور الطلاب حرية اختيار الطريق الأنسب لاستكمال أبنائهم العام الدراسي الحالي أثناء جائحة كورونا، سواء من خلال الحضور الفعلي بعد فتح المدارس أو من خلال التعليم أو التعلم عن بعد بتوفير منصات ومصادر التعليم الرقمي. وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول عرض الخطط والإجراءات لعقد امتحانات منتصف العام واستئناف العام الدراسي الحالي 2020-2021 بالمدارس.